تحديد الهدف من اللقاء أولا حتى يتنفق كل إنسان على أعضاء وجه النظر في هذا الموضوع. وشكرا. والله نعتقد أن الهدف من الاجتماع هذا كما كنا يعني أنه هو محاولة تأسيس نادي أو بيت ليجمع كل الناس المقيمين والموجودين في الأرض، نادي اجتماعي يهتم برعاية كافة المقيمين في الأرض ويهتم بكفل قوية أبنائنا في المستقبل، ويعتبر كمقر وإيجاد مقر لي بحيث أنه هو يكتب اجتماعاتنا ويكتب أن يكون يسعى لتحقيق أهداف اجتماعية فقط. يعني قد كنت تدير نادي زي نادي البارود في البلشفة؟ والله زي نادي البارود زي أي نادي جاف. نادي البارود ما كان احتلال على نادي البارود كأي نادي جالية أخرى في لندن، في نادي الصومالي، في نادي المصري، كلهم نوادي اجتماعية ثقافية تهتم بالجانب الاجتماعي الثقافي فقط أجمعنا، أما الجانب السياسي هذا يترك للسياسيين. سياسيين؟ والله أنا ما أعتقد أن في حاجة اسمها شوف العين قبل شوف الإكراه، هذه رقم واحد. يعني أنا ما عنديش رغبة أن يقعد في البلاد هذه يحكي. أنا نبي نرجع لوطني. أنا لما طلعت من بلادي طلعت من الظلم والقيم اللي دفعني اللي أنا أخرج منها. إذا كان العملية شو اسمها في المدير النادي أو كذا، بالنسبة للنادي البارون عرفنا النجاحات اللي دار النادي البارون الغالي على أساس أنه هو أعطى رؤية مستقبلية للنظام الليبي في شراء الضمائر الخسيسة المريضة اللي هي مادية المنفعشية المرضى. الناس هذولا سريعين الهبوط لأنهم لما خرجوا من الزاد ما كانش عندهم غرض حقيقي، خرجوا من أجل المادة، عرفوا أن بريطانيا تعطي في بنفت وتعطي في فلوس ويقدروا يعيش هنيه، ما جوش هنيه لأنهم يرفعوا صوتهم لأنها الظلم والظلم والقهر اللي شافوه، وهم عندهم أصل وعندهم عروق. أبائنا وأجدادنا ماتوا في ليبيا وأشرف من عائلة القذافي، ما صرقوش، ما اقتلوش، ما قتلوش، وحاربوا الطليان وحاربوا البريطانيين وقالوا كلمتهم وعاشوا في ليبيا أحرار مرفوعي الرأس. لذلك ما رضيناش أن احنا نكون شراب في جرة المادة، ما جيناش لجرة المادة. لذلك أنا عندي شوكة العين قبل شوكة الإكرام. إذا كان أنتم هنياهي امتداد لنادي باروني، أنتم حتشتروا، ما فيش بس حتشتروا الضمائر المريضة، اشتروها، عندكم الحق، في فلوس، القذافي عنده فلوس، يرفع غير بس الهانيبال، يدفع في 4000 باوند الليلة، 4000 باوند الليلة هوتيل. فمعناه عندكم فلوس تقدروا تبيعوا نادي، تقدروا تشتروا المرضى، يعني واجدين في بريطانيا، لكن مش حتشتروا النفوس الصحة الحقيقية. وفي نفس الوقت أنا أقول لكم لا معلش أنا هذا مكان أنتم دبينكم أنتم في عمل كيف؟ لأنكم أنتم الآن تضحكوا على السدش وتضحكوا على الناس اللي هم ممكن تاخذوهم هيلا وتديروا برنامج فلوس. فلوس مرضى نفوس عامل ايه؟ اللي تبوا تدموه هو تبوا مجموعة ديروا نادي تعرفوا الوحرة وحفلات وزيارات ليبيا بلوشي، هذا شنو هذا؟ نحن نبوا الناس اللي محبوسين في ليبيا، نبي انا نبي نطلع نبي نسب القذافي في ليبيا، نبي نسب القذافي كما نسب في تور الكرة والمطبخ اللي يمشي يشرب اللي شراه القذافي، انا نبي نسب القذافي معمر وعياله وكل واحد خادع كذب باع ليبيا الوطن الوطني. أم معمر المختار، أم معمر المختار تنكر أن خلاص القذافي ولدها. أنا أقول لك أن هذا الموضوع مهم جداً.
نحن الآن موجودين هنا على أساس تكوين جديد. الجالية هذه كلها تتشعر على يهودية وغلاثة مسلمين. يا عم 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 يا